السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت جيتكم على مشكل يوقع بزاف في الإبسون هاد لا سيري باغ اكزومبل تاع لا 3110، لا ال 3110 ولا لا ان 3150 ولا لا 32. جينيرالمون كاين فيه واحد المشكل يحصل فيه كثير من الناس، وبطبيعة الحال هذا المشكل هو انه كي تشعل لا ماشين لا تتروح تخبط ديريكتومون تعاود تولي. دوك نوضح لكم اكثر اللي هو انه بعد ما فكينا الطابعه نشوفوا انه هنا بون حيط راس الطابعه عندنا هذه كاين انتريس لا ناب لي تجي من لا كارت لوجيك تروح لاتات، يعني وحده اللي تمد لاتات ووحده اللي تمد الواحد لو فيل فيل دالينيوم هذا اللي راكم تشوفوا فيه، فيه داخل بيس ولا نقولوا ان كابتور انفراروج. هذاك لو كابتور انفراروج هو اللي يدي لاتات تروح وتولي. صح، في بعض الاحيان نشوفوا شغل الطبيعه تكون تطبع عادي ما فيها حتى اشكال ما فيها حتى مشكل، دانكو تروح تخبط باب تشعل تخبط ديريكت ما تحبش. يعني هذا المشكل انه الانفراروج ماشي يمشي. الاشكال ما راهوش في الكابتور انفراروج بحد ذاته، الاشكال هو في لاتراس، الاشكال هو في لاناب. دوك نروحوا نوريكم كيفاش تجي لاناب اللي تجي هنا صغيره، تجي ناب لهنا تاع كات بين تروح لانفراروج اللي يجي دخلاني. دوك نحاول نبين لكم وين يجي الكابتور. كما راكم تشوفوا هذا خو هذا، يعني ها وين يجي الكابتور انفراروج هنا يجي، وهاي وين تجي، سمحوا لي نوضح الصوره، هاي وين تجي لاتراس، يعني تجي لهنا وتجي لهنا في لاكارت لوجيك في هذايا فيها كات بين. كاش نعرفوها، نروحوا نجيبوها ملتيمتر كما قلنا، نجيبو ملتيمتر وهاي لاتراس، لاتراس تجي كلية هكذا، أنا راني رابطها تجي هكذا، تنحيها من لاكارت لوجيك ديمونطيها، هذه اللي تروح لاتات وهذه اللي تروح لاكارت لوجيك، هاد الزوج، وهاد الأطراف هادو اللي يروحو من الكارت لوجيك يروحو لكابتور انفراروج. نبداو نقيسو بالملتيمتر باش نعرفو وين راه العطب تاعها، هي ماشي مقطعة من برا، بصح دوك نفهمكم معاها. لو برومي بين هذا يقابل دوزيام بين هذا، نديرو الملتيمتر تاعنا نديروه مود ديود هنا، الى راكم تشوفوا ان شاء الله توضح الصوره، نديروه مود ديود يعني مود صون. نتستيو قبل الملتيمتر تاعنا او صونا، نروحو البرومي بين منا نحطو في دوزيام بين منا، ها هو عطانا اشاره، نروحو للدوزيام بين تاعنا للدوزيام بين منا ما صوناش، الطروازيام صونا، الكاتريام صونا، يعني هذا هو المشكل. واش يصرى هنايا؟ يعني في وسط لاتراس تكسر تقطع، لانه هذا شغل مخدوم تقريب من القصدير، لازم يكون الومنيوم مخدوم تقريب بالقصدير، يعني في وسط هذا المسار اللي راهو يمشي فيه يتقطع. كي يتقطع دخلاني ما نفيقولوش من برا هكذا، ما نشوفوش من برا هكذا، ما نشوفوش بلي مقطع. كي نشوفوه بهالطريقة يعني تستيوه بالملتيمتر يعطينا النتيجة، روحوا ديريكتومون نغيروا لاتراس الصغيرة هادية ونرجعوا الطبيعة تولي تمشي عادي وما كاين حتى مشكل. واللي يسحق كش معلومة احنا في الخدمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.